استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بجمصة وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما زار الوفد أيضا مركز إصلاح وتأهيل القناطر النساء للإطلاع على أوضاع النزلاء وأوجه الرعاية الصحية والمعيشية والاجتماعية والتأهيلية المقدمة لهم ومدى تماشيها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. مع ما أحدثته مراكز الإصلاح والتأهيل من نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، توالت زيارات المنظمات الحقوقية لتلك المراكز للاطلاع على أوضاع النزلاء الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل جمصة مؤخرا وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لمراكز الإصلاح والتأهيل لمشاهدة مرافقه والرعاية المقدمة للنزلاء، وفي المقدمة منها الرعاية الصحية المقدمة لهم من خلال المركز الطبي المطور الموجود به. الرعاية الصحية دايما بنشوفها كل مرة بتتقدم بأعلى مستوى موجود بما فيها يعني حالات الطوارئ. النهاردة شفنا حالة طوارئ نزيل، مجرد ان هو جاله ألام في الصدر توجه فورا في خلال وقت قصير ان هو اتجه وعمل رسم قلب واتعملت له كل الفحوصات اللازمة. حقيقي اللي احنا بنشوفه النهاردة هو جزء أساسي من تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها السيد الرئيس في سبتمبر 2021. احنا نقدر ان احنا من خلال الزيارات والمتابعات نقدر ان احنا نلمس ان هناك مؤشرات حقيقية على وجود تغير للأفضل. وحرص الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والثقافية والسلوكية والتأهيلية، حيث تطبق برامج تأهيلية متطورة لتصحيح المسارات الفكرية للنزلاء وإكسابهم مهارات حرفية تسهم في دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، ويشرف على تنفيذها خبراء ومختصون، كما شاهدوا منتجات النزلاء. واستمرارا لزيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل، قام وفد من المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل القناطر النساء، شاهدوا مرافقه ومنشآته وبرامج الإصلاح والتأهيل. بحيي وزارة الداخلية، بحيي قطاع الحماية المجتمعية على التركيز النهاردة على العدالة الإصلاحية. الرؤية اللي بتحكم العمل في هذا المركز روح إصلاحية بامتياز، بتسلحهم بمهارات هتساعد النساء دول إنهم لما يخرجوا هتبقى في إيدها حرفة أو مهنة أو صنعة تمكنها انها تبني لنفسها حياه كريمه. وزاره الداخليه تسير بخطى ثابته نحو الغاء المفهوم القديم حول السجون، وبالفعل تحولت السجون الى مراكز اصلاح من شانها ان توفر لكافه النزلاء التمتع بحقوقهم سواء الصحيه او الاجتماعيه او الرياضيه. في تطور كبير بيحصل في مراعاه لكل الظروف الخاصه بهؤلاء النزلاء، في تاهيل تعليمي شفناه، في فصول لمحو الأمية. وأشاد الوفد بكافة التجهيزات الموجودة التي تسهم في توفير الرعاية للنزلاء وتأهيلهن وفقا لمعايير حقوق الإنسان. مبهورة الآن باللي أنا بشوفه بالتغييرات، أنا بشوف أنها مهمة جدا وأنها فعلا بتجعل النزيل أنه جزء يندمج من المجتمع. خلال الزيارة شفنا قد إيه في اهتمام طبي بالأطفال الرضع من وقت ما بيتولد لحد الوقت اللي مسموح له بيه حسب القانون، تأكدنا من توافر كل أنواع التطعيمات للأطفال وشفنا الشهادات الطبية بتاعة الأمهات والأطفال. وتأتي تلك الزيارات ضمن زيارات مكثفة تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ما تقدمه من رعاية وبرامج إصلاحية للنزلاء تتناسب مع معايير حقوق الإنسان وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.